يفوق الرودور ماذا بقى دوبن فان ميدو. انا هرجع لك، انا بعلن مع انك ان انا بنسبه كبيره السنه الجايه هرجع لك. تخيل تشكيله منتخب مصر يكون فيها العلام الحالي محمد صلاح والعلام السابق احمد حسام ميدو، كمان بيقودهم العميد حسام حسن. ده مش خيال ولا تخريف صيف ولا اعلان ترويجي من اعلانات موسم الرياض، ده اللي فعلا ممكن نشوفه قريب، لان ميدو قرر فعلا انه يرجع للملاعب مره تانية بعد 10 سنين كامله من اعتزاله. انا ما اعتزلتش، انا اجزت 10 سنين. دي المفاجاه اللي قالها ميدو بنفسه مع الاعلامي ابراهيم عبد الجواد في برنامج الهدف على قناه اون سبورتس 2، لدرجه ان ابراهيم نفسه كان فاكره بيهزر وفضل يعيد في السؤال مره واتنين لحد ما اتاكد ان ميدو بيتكلم جد فعلا. ميدو مش بس قال انه هيرجع للكوره وللملاعب مره تانية، ده تعاقد فعلا مع نادي شعبي كبير رفض يقول اسمه وهيلعب معاه بدايه من الموسم الجاي، واكد انه هيجيب 10 تجوان خلال الموسم وعلى الواقف كمان، وقال سوق مستوى المهاجمين في مصر هو اللي شجعه على قراره، وكمان حاطط عينه على المنتخب، ووعد انه هيكون متعاون جدا مع حسام حسن في حاله استدعائه للمنتخب الوطني، ومش بعيد والله على حسام حسن انه يعملها ونشوف جون لميدو باسيست من صلاح في بطوله الامم الجايه والكوره في ملعب ميدو. انا هرجع العب تاني.